هل كان في زعل من قصه المستحقات بتاعت كاس الامم الافريقيه فعلا؟ اتكلمنا فيها يعني، خلينا نكون صراحه، الناس طبعا اتكلمت فيها. هو ليه تعليف ليهم ماتشين تقريبا لسه، اتكلمنا مع يعني ان شاء الله باذن الله نطلعهم في اقرب وقت قريب جدا هنطلعهم. هايل. احنا عندنا مؤسسه يعني برضه الحكام كان ليهم فلوس طلعناها لهم برضه قبل بدايه السيزون، ابتدينا نطلع عليهم من السيزون اللي فات. لكن ليهم ماتشين دورين يعني، هو بياخدوا بالدور بتوع افريقيا. فان شاء الله نعملها لهم يعني، لكن بغض النظر هم ما اتكلموش في الفلوس يعني، يعني اللعيبه برضو مش في دماغهم الفلوس، دماغهم منتخب مصر يلعبوا ازاي. بيطالب مره يقولها وبس خلاص يعني، هي وانا كابتن حازم لو تسمح، انا قلت امبارح هو مش عيب لما يطلب بمستحقاته، احنا عندنا اللاعب المصري بيطلب بمستحقاته بس ما بيعملش مثلا زي منتخبات اخرى في القاره، ممكن مثلا يقطع المنتخب لا قدر الله عشان مستحقاته، لكن هو كده هيلعب وهياكل النجيله. الناس بتاعتنا ناس منتميه وعندها طبعا طبعا حب مصر، ده اهم حاجه. احنا نيجي المنتخب ده شرف لينا ان احنا نيجي يعني، في لعيبه مش مخها حاجه غير انها تمثل منتخب مصر، ده شرف بالنسبه لها يعني. لكن طبعا ليهم، لكن بصراحه يعني الناس منتهى الاحترام وبيتمرنوا واشتغلوا كويس. وزي ما بقول لك يعني، كنت بقعد اسمع بره يعني الناس تقول لك في ازمه مش عارف مين وازمه مين.